أعزائي المشاهدين، أبو يام من فلسطين معكم في حلقة جديدة الأمثال الشعبية بين الإنسان والحيوان. حلقتنا اليوم تختلف، راح يكون فيها فقط نكتة ومثل أو قصة بين الإنسان والحيوان. راح نبدأ الحلقة بالأسد. أسد الغابة في يوم من الأيام فكر أنه يتزوج، فعزم كل الوحوش والأسود اللي موجودة في الغابة. وبعد نهاية العرس أجوا المعازيم والوحوش وأصحابه يباركوا له. ففي نهاية المجموعة أجا خروف تقدم إلى الأسد وكله مبروك. فالأسد قال له أنت شو جابك؟ أنت خروف، أنا ما عزمتك. قال له لا، أنا مش خروف، أنا أسد زيك. كنا السنة الفاتت نلعب مع بعض أنا وأنت في الغابة. قال له طيب شو اللي صار معك؟ قال له أنا اتجوز، صار لي سنة متجوز، وبعد ما تجوزت بكيت أسد صرت خروف. قال له يا أنت أهبل، أنا هيني بدي أتجوز بس أنا مش زيك، أنا أسد وراح أضل أسد. أنا جبت معي بسة وهذه ليلة الدخلة، راح أقطع رأسها عشان أضل أسد. في نهاية هذه الحلقة المطلوب منكم إنه في التعليقات تحطوا هل هذا موجود عندنا في الوطن العربي، نسبة خرفان وكديش في نسبة أسود؟ 30% أسد، 30% خروف في الأزواج اللي في الوطن العربي. وأرجو أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم، فمزيدا من اللايكات والمشاهدات والمشاركات، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة أخرى.